الأممية في جمهورية إفريقيا الوسطى أن عسكريا كمبوديا قتل مساء أمس وجرح 8 عسكريين أمميين من بينهم 6 مغاربة، وذلك في هجوم استهدف القبعات الزرق على بعد حوالي 700 كيلومتر من العاصمة بانجي. وأضافت البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في إفريقيا الوسطى أن 4 عسكريين آخرين من بينهم مغربي ما زالوا في عداد المفقودين. هذا وقد اتصل الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس بالسفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال ليبلغ الملك محمد السادس تضامنه وتعاطفه مع المغرب على إثر الاعتداء الذي تعرض له أفراد من التجريدة المغربية. تقرير ملك مهرج. مسلسل العنف يتجدد في إفريقيا الوسطى. في الجنوب الشرقي لمدينة بريا الواقعة في شمال البلاد استهدفت جماعات مسلحة مواقع تابعة لقوات حفظ السلام الأممية هناك، متسببة في إصابة 6 عناصر تابعة للقوات الملكية المغربية المسلحة المشاركة في عمليات حفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى بجروح متفاوتة الخطورة. وأوردت مصادر قريبة من القوات المسلحة الملكية بأن عنصرا آخر لا يزال في عداد المفقودين، كما خلف الهجوم قتيلا وجريحا وثلاثة مفقودين في صفوف القبعات الزرق الكمبوديين المنخرطين في عملية حفظ السلام. الاشتباكات مع العناصر المسلحة وقعت بحسب مصادر أممية عندما تعرض موكب تابع لعملية الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى المعروفة اختصارا بمينوسكا، تعرض لهجوم من طرف مجموعة مسلحة مجهولة. الهجوم استهدف موقع تمركز تجريدة القوات المسلحة الملكية التي تنضوي في إطار مهمة لتأمين فريق أممي من الكمبوديا.